للحديث أكثر حول هذا القرار ينضم إلينا دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري. دكتور كمال، أهلا بك معنا. برأيك لماذا عملية المد لمدة عام إضافي بهذا القرار في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدينك في كل مكان. الحقيقة القرار جاء بعد يعني اجتماعات عديدة بين منتجي الأسمنت وشعبة صناعة الأسمنت في مصر وجهاز حماية المستهلك، لأن هذا القطاع كان بيعاني معاناة شديدة جدا من تدني أسعار البيع وارتفاع أسعار التكاليف نتيجة المتغيرات العالمية اللي حصلت في الطاقة. وبالتالي حصل الاجتماع الأول وتم الموافقة على تخفيض الإنتاج لمدة عام. الحقيقة بعد عدة اجتماعات أخرى قدرنا أن احنا نتوصل إلى أن احنا نمدد العمل بهذا القرار عام آخر، لأن الحقيقة هو نتيجة لارتفاع التكاليف وقلة الطلب حالياً، كان لازم يتخذ هذا القرار علشان نحافظ على هذه الصناعة وإن هي ما حصلش فيها أي انهيار أو توقف في بعض المصانع. نعم. طبعا احنا بنطلب دلوقتي ان احنا نتجه لاسواق الخارجيه او التصدير علشان نقدر نستوعب الطاقات الانتاجيه، لان الطاقات الانتاجيه في مصر هي اكثر من احتياجات السوق باكثر من 60 او 70%. نعم. طيب، منذ العمل بالقرار يعني بالعام الماضي الى الان، قد ايه لمستم عمليه تحسن يمكن باداء شركات الاسمنت دكتور كمال، وهو ما استدعى يمكن هذا التمديد مره اخرى؟ لا، الحقيقه هي الشركات دلوقتي يعني مرتاحه للقرار، لان هي قادره ان هي تبيع باسعار معقوله وبتغطي تكاليفها، لان زي ما أن أسعار الأسمنت زادت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة لأنها مرتبطة ارتباط وثيق باستهلاك الطاقة، لأن أكثر من 60% من سعر طن الأسمنت يمكن داخلين في الطاقة، وبالتالي كان لازم الأسعار بتاعتهم يعني يحافظوا على تكاليف الإنتاج بتاعتهم ويقدروا يبيعوا في السوق بأسعار معقولة في ظل منافسة عادلة. في ظل الإغراق وزيادة حجم المنتج والمخزون اللي كان عند شركات الأسمنت، الحياة كانت بتتعرض لخسائر كبيرة. هم مغطيين الطلب في السوق المحلي بنسبة 100%، وحصل كمان زيادة بنسبة 8% لتغطية طلبات السوق المحلي. الصادرات بتاعتهم ابتدت تزيد، الحياة السنة دي زادت بنسبة 94%، ودي كلها معدلات إيجابية انعكست للقرار اللي تم تطبيقه السنة اللي فاتت، وبناء عليه صدر القرار إن هم يستمروا بنفس النسب بتاع التخفيض اللي حصلت قبل كده. نعم، لكن الأسواق التصديرية دكتور كمال، قد ايه اليوم يعني ما زالت الشركات عم تبحث على أسواق جديدة برأيك يعني لتصدير هذا الإنتاج؟ طبعا هو التصدير فرصة كبيرة جدا، لكن المشكلة الحقيقة كانت في التصدير الخارجي، ان كانت الاسعار الدولية والمنافسة جيدة جدا جدا، وكانت اقل من تكلفة الانتاج هنا في مصر نتيجة للمتغيرات اللي حصلت زي ما حضرتك عارفة، الحرب ويعني المشاكل المتعددة في سلاسل الامداد، فمصانع الاسمنت والصادرات المصرية بصفة عامة عندها فرصة كبيرة دلوقتي إن هي تزود حجم الصادر بتاعها، وده حصل بالفعل. قطاع الأسمنت نسبة الزيادة تقريبا 94%، وصل 272 مليون دولار. ده رقم أنا شايفه لسه قليل، لازم إن احنا نركز فيه علشان نقدر نشغل المصانع، لأن هي المصانع لما تشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية ده هيقلل التكلفة عندها وهيديها فرصة أكتر لتحقيق نسب ربح أفضل لما بيتخطوا البريك إيفن بوينت بتاعتي. نعم، نشكرك دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصري، على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.